الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أنا الكل دي كسوق بيننا كتاب عنوان كيسي هي العربية بين يديك لغير ناطقين بها وسلسلة اللغة العربية ظاهيد وسوتشي ديني الشيخ محمد عمر سبتر مكتبة إمام الشافعي وكتالا مقالة هرقيسة كنوا درس كيكوات وهو انت يديار انت مكتبة إمام الشافعي تلفون ذو حيك ليهين أفر أفر تضبع هل ستيد ستيد أبر وبابي الله يكنتني يكو أبر لح تضبع استعيك فايديسي ونعسو بالله توفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وحاين بلاب الدونا إن شاء الله بإذن الله الكريم جزكي صدحات وكم دائن كتابكي العربية بين يديك وسلسلة لها صدح جزنا لوغو تلقلي إن أي برتان ددك آن لغضن عربيك أدلنين سال لغضن أو برتان مرادودو دون أغو قدن كران هدي أي كوهادل تهي إيو هدي أي إينا وحكو أقريان تهي إينا وحكو قران إينا حرير كو سمعيان إن تبا سي أي أغو سورة تقلي كرتون لغتنا القرآن كأو لغتنا العربي ولغة القرآن قيمة بدن له مركا جزء كان يواك وجودن بيا يسد هذا جزء أو ككوبنا كتاب كني مركا وحدد أما قيب تكوبات وحويان ما قبل القراءة أي قراءة وح آخر سكوه الرئي إن وحو كده يظهر الله تعالى إلهي وحكمه تيا على أيدي أنبيائه قعمها أنبيديس يا رسول صدر إلهي وحكمه تيا أمورا أرهمه خارجة كبحثا عن قدرات البشر أو ذهبنا آدم كوح كبحثا أي إلهي كمه تيا ومخلوق كتصا قعمها أنبيده يعني أنبيده وحيابها إلهي وسوديبه إلي ما دان وح كمدا وح أود بين آدم كبك بحسن ومن بين آدم هو سماين كرين جبي جسبا دليلا وح تلماما يان وح على ياب كلام بين آدم هو سماين كرين على صدقهم إلى أن بيد روشية جيان وأن بين نمد يا رسول الله الشيخان يا رون تهاي دين تهاي سيدان حق أي تهاي تعودن كوب أي كوب باقي يا يعني رون تهاي بعدنس ما الاسم وام حيم مجا عهد بقى الذي مجع يطلق لغو مجعابو هذه الأمور أرمها الله يابكله إيه أنا ود من آدم خو سمين كرين إيه كبحسن إتال كمخلوق أرنبا محا مجعود الله إلها ومعجزاتك لبا أذكر واحد في كتابه هذا نيري بعض المعجزات قار كمدا معجزوينك إيه وحيابها أود من آدم كالدالينية يا أن تمرت مخلوقا وكبحسن يا أن عد سمين كريسابة شرين إلهي موياني التي أرمها صو جاء إلي ما الدين بها أنبياء بها معجزوينك الأنبياء والنبي دي قبل محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد هرتي معجزوينك إلي ما الدين أنبياء دي نبي محمد كهريسي بلوحد شاكتا قار كمدة شاك ثلاثة هلنا المصو مين دريمينا وأين طابن كرنا وأين أركي كرنا هذه المعجزات معجزوين كأم بيضه هري أي رهائن الآن إما كم دريم كرينا ما أركي كرينا ما طابن كرنا لماذا هذين أن طابن كرين إما كا وأين أن أركي كرين محا لو أركي كرواي
أربعة أذكر واحد سيكتب بعض الكتب كتبتي قار كمدة التي كتبتي أنزلت لغو سودة شيء على الأنبياء أنبياء لغو سودة شيء النبي يدي قبل محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد كهري خمسة واتسنات ما رأيك محاي كلتها أديك في هذا القرآن القرآن كان محاي كلتها كريم القرآن معجز ومد علينا بنفسه إسكي وآن عد قرآن كيني كرتا آن اتشرين ويهي محاي كلتها هو أساس القرآن هو معجز ووحبنا آنك أودي سكبح سنة مخلوق قبأ وح إلهي مو يعد كيني كرتو سود جين كرتا آن اتشرين ويهو هذا الكي إلهي عد هذا الكي إلهي إلهي مو يعد سود جين كرتا دي مجرتو ستة بعض صور القرآن القرآن كسورته سقار كمده طويل ويداريه و يعني القرآن بضم باكويا أو تربضم وبعضها صورتها قارنا قصير ويقابيه أو وصورتها كوبا أين نزلت الكي كسود ديجين هدبا الصور القصيرة صورتها قابني هلكي كسود ديجين هلكي أهاي انتو دبادل اي كسود ديجين وأين نزلت الصور الطويلة صورتها دارنا هلكي كسود ديجين انت بدل صورتها قابني ما كي كسود ديجين هو دارنا انت بدل حق مدينة كسود ديجين تضل سبعة كان القرآن معجزة قرآنكم معجزة لياب لبوها أو أنا عندنا قرآن لم يذكيني كرين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جي النبي قلنا ولا قرآنكم معجزوها وبعده وقت جاء النبي كذبنا ومعجزه وسيظل وح أهان دونا كذلك ساسنب نقن دونا سلاسو أهان دونا ولجي يأله هل لديك دليل أذيك أكت هذا الدليل ميا لا على إعجاز شيء إعجاز شيء أنا الصمين كرين أو قرآن ككترة أو وافق أو كراعي فيه شيء جا معجز جا العلم الحديث وعلم ذن عصبة ساينس كأهل الله برتي القرآن الكريم قرآن ككريم كوحو هراء الشيء ومعجزة أو كسي والرمي أو ضبط وقت جاء القرآن كهل اللي قال لبقى قون القرآن كسود اللي قال لا قون أو إما كعلم جن عصب اللجوء جادي أو علم جن عصب القرآن كأرمي ما هي سابوس ويبدين إلا هو معجز القرآن معجز زي سوى حكم ده وحنا عالم كبو وقت جاء لجوء قون كوني أفر بقول أصلا كهرن القرآن كسي شيء جاي أو إما كل لجادي أما الأوغان دونه ولي بالأوغان أصاء أشيغي الحقيقة تهي المعجزة تهدب وحنا كان قلت الماما إنها شيء قال الله ياب كره الدالي مخلوق أوردن مسيح جيس الدالي إسلامير كاكوح كبحسن أود مخلوق أوردن إلهي موياني الخالدة أوارسة أولي جيد نتشريسة وقرآن كريم كا واحد القرآن وقرآنك المعجزة هي معجزة ده ومعنى دي هي وحكبها سن أود إيو إتالك مخلوق قبقي سبا وعن قرآن كوك الله سمعين كرين أما أن لسودة كرين أما أن لكيني كرين القرآن وقرآنك ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وأرنت الله يابك لهيد أدونك أود مخلوق كبح سن هيد النبي محمد السيد صلوات الله وسلام عليه الرسول كإلهي كسودتي أنزله الله إلهي بكسودتي وسبحانه إسقى إلهي أمان له وتعالى إسقى سرعي إلهي عليه قرآنك عليه النبي محمد أي قرآنك إلهي كسودتي منجما بإلهي كسودتي منجما سوى قرآنك قيبة منجم أدياد مغشاف عربي أنت بنوى قيبة هل كو كيبة قيبة هاسي يعني نجم واحد دكتاس الكيد marka barigii hore ee taariikhii waxba la aqoon xidigaha lagu taariikhaysan jiray wax walaalin jiray xidigaas markuu soo baxo ee waqtigeeda ahayno aato waa laga xidigu inuu qaar maqnaado bilo qaar sanadka maqnaadaan dadan mar buu soo baxaa dadan najmiga lagu taariikhayn jiray wixii taariikh la sameeyay
مركا منجما إسق أقيب أوي يا مركا أقوى كوت ما هو حكولي منجما معناه دو حوي مفرقا إسق أقيب أقيب الله قريقي صدق يلا باتن صنادات أي قرآن كسودقتان كيس السعودي أو كل بقية بسودقيسي مرقل سومو ودقين حسب الحوادث يضاق قلبا دعدوين كتيرة وقرآن كسودقي يباهيها تاغن او باهان ان لا عدهي اما لا قيحو قرآن كا قيحي او كل بكو رميي حد مدع دوين كسيهين يباهي دا علمي اللو باهن يحي ايا قرآن كو كسو دقيو تلمامي والحكمة هادبا مرتدة كو چرته من ذلك ارنتا قرآن كو حق قيب الله قردقي حكمة دا كو چرته وحوي تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا اتكيه أول حوجيو إلهي حوجيو قرآن كان سببتي سإلهي كحوجيو قلبك رسولك صلى الله وسلم عليه كلك قرآن كي ما دبا وحسود جيسي نعمة عصب وحسود جيسي مورال عصب إيه النية أضيك إيه رجوانا كسن سروبك أوكرة أي قرآن قوها قلبك سو يدو أبار لغترو ودباتاتو بضانتهي روبك انت دو غيرين إيه راحو لمقلو ونلوش مفعناتو ساسوك القرآن قوها قلبك المسلمين تي رسولك بأو دي وانو ندبي أو أتكيني يعني دباتو إنكي لغو تري دعوة الإسلام كسو عمري هلغن كهوبيسان لها صبر كأدق لها سلع بدل الله سو عمري أيو قيبك قلبك سو أتكيني رسولك إيو إيو قلوب المسلمين با قلبك المسلمين تبو حوشيني القرآن ونوحوها نفس wuxuu ahaa niyad wanaag wuxuu ahaa taageero ayuu ahaa quraanku dabadeedna in kulba qayb soo degto waa xikmadii ilaahay ugu talagalay ee kamidahay iyo wali yakuuna inuu noqdo xifdhu quraanka in dusha laga qabtaa sahlan mid u fudud calayhim asxaabta inuu u dhibiyaraato waayo biriga qoraaladu way yaraayeen madbacadana lama haynin waxa lagu qoraa yara xataa xaashi wax lagu qorto lama hayn waxa lagu qori jiray jirifta lagu qori jiray wax lagu qori jiray jirida geedaha lagu qori jiray saamaha lagu qori jiray waxaasa yaa lagu qoriya xaashaan lahayn hata qalin baan lahayn macna leh qoraal cita qaana yareed si uu u dhib yaraado quraanka xifdigiisu ayaa kulba qayb la soo dajinayay si dadku u xafidaan qaal allah ta'ala ilahi wuxuu ku quraanka kariimka wa qaalu waxa ilaahdeen alladina kafaruu kuwi gaalobay baa yiri لولا نزل محل لوجسو دجواي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه القران وقران كمحل لوجسو دجواي جمله اسقو اسكو دوبن واحده او كليا اسكو دوبني اي اسكو دوبنان كليا محامر لوجسو دج هادو قران يحي او حق الله او كسودو وا مخاي كلبا ان بو سو اوغارياي او سو برنياي كلبا يير بو نو شيغيا قران اسكو دوبن او ودا سودا محل لو كان لا يهب أورنجلي، وحول وجهه يعني واو كل بين بو صبر تايو، واو لو صور دعايو، قرآن كان كل بين يربو ينوك هنا، هذو قرآن يهي، سقو سقو حنان، أو سقو دوبار وطة، أيام رلو كان لهب كل العالية قرآن، كذلك بقى إلى هاي السلا سان أسود كنا لنثبتها إن عن قوة كين به قرآن، فهذا قلب جاج، ورتلناه ترتيلا، يعني وان quraanka waxa loo aqriyay si tartiib oo tartiib ah oo degdeg iyo dul carar midna ahayn quraanku qalbigu adkeynaya qoynaya iimaanku qoynaya muslimiintu dhisaya aqoontu dhisaya akhlaaqdu waraajinaya ciidanka lagu hoggaaminaya cadawga lagu jabinaya ummada lagu maamulaya duruufuhu la socdaa dabeedna kulba waxa laga jawaabaya baahiyaha taagan su'aalaha loo baahan yahay dhibaatooyinka hor taagan iyo caqiidada iyo akhlaaqda iyo acmaasha iyo shariicada dhan kasta ayuu quraanku ku socdaa dabadeedna sidaasuu quraanku u soo degayay si ayagu doonayaan aysay sheegayaan ilaahay uguma talagelin sanaan u kaga faa'iido badan yahay aakhirka uu soo wada gaaray quraankii itin waa talabaad ee kaanat lil rasuuli sallallahu alayhi wa sallam rasuulka waxa u sugnaa oo kale mucjizaatun waxyaabo la yaab laho maskaxda bini aadanka ay la yaabto isla markaa awoodda bini aadanka ka baxsan ukhra oo kale oo aan qur'aanka ahayn way jireen quraanka oo qoran ma ahayn mucjizaadka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam
ومنها وحا كمدها كوا انشقاق القمر ديحا اوكرا تشيحمي اوكرا فليدمي اوكرا قايبا كمدها وقت النبي عليه الصلاة والسلام والله اركي مخلوق اركي با كمدها وخروج الماء بيها اوكا صوب بحي كلا صوب تاعي اوكا صوب رقد من بيني أسابعه صلى الله عليه وسلم نبي فريه ساد حدودا أو بيكسو بودين الله بحنا حل وقت يدا كم دبا أيضنا دعضي وإنت بيير نبي عليه الصلاة والسلام سيدا أقليه كعمها دبا نبيه أي كي يعيين ولقى ويسي سنية ولقى عبي ولقى دان سنية با أيضنا دعضي ومعجزة هيد أنا عدك لك السورو بينين وهم معجزة وطهي معنى دوام حي تدك أورد من إنك استهدو بيها دح قريو فريه سبيكسو بتاعي مجرم سان القرآن كين كريا بوشرن نين بييرتك عم لحد يقول مضطر ما كده عن سنة يان عن رسول كهين مشرن كما كانت للرسول سيد أوغسطس من رسولي قبله النبي كهر رئيسيبا معجزات يقولون معجزة الله ياب الله إلهان كهر هربا رسولي إله هربا إلى هاي كلا عصا أرشيبا كم إذا هيد معجزة موسى عليه السلام waxay arintii la yaab galayd ee makhluuq ku wareeray ee nabi muuse ilaahay siiyay ee maska noqonaysay ee laysay saaxiriintii sixirkii ay dhigeen ee sar u raamsanaysay ee khalqalka gelisay ee ka wareeyay fircoon ee la yaab galayd iyo intii la fadhiidayba ee maska la yaab kale ee wax leenaya ee cardaadduqaha ka dhigaya ahayd ee haddan u sheeyska noqonaysay mar maska aan gafuurkiisa la qaban kareen noqonaysay أعدوا له وجهه سأود للجميع مرنا وش أو نبي موسى خص عضاهي تاسع كم ذاهي والناقة هالشيبة كم ذاهي معجزة صالح عليه السلام نبي الله صالح هالشي لهي سي نجح أنت كحجية نجح هالك صوصار إلهك صوصاري كل كيبة نشي عارف هذي اللي مدين واي أي يدنا كم ذاهي وقد ذهبت ويتكتي تلك المعجزات معجزين كاسي بذهاب من ظهرت فيهم وحي كتكتي وأدونك أي كذب ماتي مركي أي تجين ذاتكي إلهي أسود ديبي أنبياء أها مركي دمادين أي لدنتين وشي نهب نبي مصور راضي حسنا النبي صالح ونول بابا دماتي يعني مركا معجزين واري وأدونك رات كودو كم مغضو وإمك الشراء والأركي كرب معها وبقية وحا هريون أخبارها وراركي دي كساب سنة معجزوينك أيا قرآنك كويا له للعبرة سوح لوغو قاطو أيا أيويا لاني لكن ما أنت وحا أركي كرو أما لا أديك سنكر منا ماها أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة رسولك النبي محمد الخالدة وارس ولي جدا مانين فهي يدو القرآن الكريم وقرآنك شرفت بضن إلهي الدنيا دون كسود شيء وهي أيد ومعجزة القرآن كاهي باقية ويتشريسا إلى يوم القيامة إلى ما أنت قيامه رعيه ويتشريسا أمر ما نسوا قال تعالى إلهي بايري إنا أنجا نحن أنجو نزلنا أنجا سود شيء الذكر القرآن كا وكسود شيء نبي محمد صلى الله وسلم عليه وإنا أنجا الحافظون إلى علينا القرآن كأورينا وحو حكا بدلي كرا ما جيرتو عيد وحو كو كردين كرتا ما جيرتو عيد وحو كدمي كرتا ما جيرتو اسغو او كلو عيد كيني كرتا ما جيرتو وقد تحدى وعري القران وقران كا عري الانس جنسي او بني ادم كا والجن جن كان وعري قرانكو مخو كو يري لياتو اني كانان بمثل القران كو او كلو او فيرسو وحو كو عريا كيني كرا عرينتو واتا يا كل عكرة وكاسة إن كان القرآن قوقلة القرآن كابية تحدى وحول عر يا كينية القرآن قوقلة هذا تنتين هذا لنتين بلوا قفك كينة بلوا عدة كينتا فلم يستطيعوا ويكل وانتيني إنسي إن مدينة القرآن كوبر دكتو أول هذا أنا القرآن سمينية إلى ما لكن ما أنت قف أه كل عكرة يا مجد إلى أولي نعد كل عكرة يا مجد صوت وامحي بنا آذنكو ميوقف نقف عودك يهي ما الله عثمها واحد خلقنا سادتك تقانو لها دادك يسادو ونركين
قفل بعدك سواد قرنيسا قفلنا قفكم قلدمو هذا القرآن كان إلهي وهد الإلهي ما هذا الكلام قف كهذا الكريا ترى لا أبدا قف الله قف هذا الإله كهذا الكريا أذكر قف كهذا ترى ثم يسأل قوادك تاعي إن هذا هذا الإله كهذا شاء إلههم بهذا الكله أو كهذا الكريا سيدا أود القرآن كعد الله عد هيسن كرتا أما هو يسن كرتا مجرد لا يا القرآن كوير قل واحد كتر نبي محمد وصلوات الله وسلامه عليه لا ينجي تمعة طي صوت هجان الإنس إنسجا يقول جن جنكو بني آدم كي جنكو هذا يسوع تغان على أن يأتوا هذا يسوع تغانين لي ما دعنا كيانان أي سمايا بمثل هذا القرآن أو أيكو هذا القرآن كان أو كله لا يأتون الله ما إيمان كران بمثله قرآن هو كله بكين كران ولو كان بعضهم لبعض ظهير هذا حتى إسكاشدان أو إسكير جارسدان أو إسكير بقلان أو إستاكوليان مكين كران هذا يمكن شنيع سيسو ثقان، دول كانوا كلامي سمعين كران، وامايا، إل كانوا كلامي ثاقي كران، وامايا، قرآن كانوا كلامي سمعين كران، هذا هذا سو كلامي سو ثقان مي سمعين كران وامايا، قرآن كانوا كلامي سمعين كران، واسا سو كلامه، ولقي دي على نمر دعيس، هذا ومعجزة عن كاسة، ثلاثة إعجاز القرآن، هذا القرآن قصيد أود عليه، يسلوه إتالواي. isagoo kale in la sameeyo waxay tahay alquraanu mu'jizun quraanku waa mid ka baxsan awooda makhluuq oo dhan ilaahay mooyaan bi asluubi habku u sameeyay oo kale looma sameyn karo imisa adduunyada imisa bilyan oo kitaab la qoray mid quraan koo kale kuma jiro haba ka yaab mid quraan koo kale walaa yaabay maanta caalamka inta kitaab dul saaran waa amal qaar ugu yahay hadii la si wado dhulka inay ka cuslaadaan baaba laga yaaba inta kitaab aad dul saaran la yaabka socda miisaanka leeyahay kutub lama tirin karo maktabada qaar baa milyan milyanaad kitaab yaalaan afay doonaan baa ku qorsanaadaan ku qorhaadaan mid la midhi ma jiro oo la qori karo quraanka kala habku u qoran yahay iyo hanaanku u yaalay balaaqo ayuu ayaan binaadku sameyn karin والفاده اريده سنه لما سمين كرو انكستو لا غبيو او لا غيرارو انكستو او واخ لا قرو الفاظ القران كلمه كيني كرو هبا كياب او سيسا سو كلا ومعانيه وجهدوين كان و خنبارسن يهينا لما كيني كرو بل تصاوا حد كسو قادا سو اخر كما ورميو قران سو قيامه كما ورميو يا كا ورمي كرا ان قران كاهين معناها جنو كا ورميا يا شيغي كريا naar buu koormaya ya garan karaya cid allaah cid ka soo sheekeyn kareysa quraanka mooyaanay deba jiru awooda minaad ku ka baxsan tahay quraankan habkiisu kama anna hunaka halka waxa kala jira umuran arimo kathiiratan farabadan oo tadullu tilmaamaysa ala i'jaz alquraan quraanku inuu makhluuq ka awood badan yahay oo awood ka sareysa uu yahay heer aanay gaarin inuu yahay arimo cad badan oo tilmaamayo kala duwan jiraan oo kullama taqaddama alilmu markasto aqoonta bini aadamku horo martaba sayniska ay bartaan cilmi falaga ay bartaan xisaabaadka ay bartaan cilmi aqoontoodu markay badataba dhahrad waxa soo baxda suwaran muqaalo iyo tilmaamo iyo aqoomo jadiidatan oo cusub oo taayidu taageeraysa xoojinaysa hada alijaz يعني أود قرآن كليه ابن آدم ككسر رئيسه مكستو علمه بطبع ويصاب هذا أم وحان هرول له أقول قرآن ككل تحت شريء أم بصاب هذا الأركا وعلم قال له جوجارة وحق عدي يا أم علم قعسوب ابن آدم كبرتها إنه قرآن كليه أبي هاي ولا عندنا ولا بكر ومن أهم صور هذا الإعجاز إعجاز ك waxa bin aadamka maskaxdiisa daaliyi yaana cidna la iman karin muqaalada ama tilmaamaha ugu muhiimsan waxa kamida anal quraana quraanku jaa wuxuu keenay bi kathiir wax fara badan oo min akhbaaril umami kamida wararkii ku saabsanaa ummadihi asabiqati hore iyo waqisasi sheekooyinkoodii dhacdooyinkoodii ayaa quraanku ka waramay
وعد كور هم يسدي أنا يوم قرآن كم بايله كور هم إلههم بأوجا كما شمل قدرا كبيرا كما سد شمل أوكابي قدرا قيب يقياس كبيرا وين أعمال العلوم أقانت ساينس يوحي لمدك أقانت جود والمعارف هي أقانت جود التي لم يعرفها أنا أقان الناس ضدك من قبل هرؤم أقان علمي القرآن كسو كردي إلا ياب كلي وحكم إذا أقام فربضا وأن بني آدم كمخلوق هرؤم أقان أو القرآن كان لقبرتي أو القرآن كان لقدحلي أديد أنا هرؤم أقان بابضا كما جاسد ويمد القرآن القرآن كوحا كلو ليمد بما يصلح وحا قاتيا عقائد الناس تذكى عقيدة ودي إيمان كودة وح علا وهاقاتيا أو خلقك كسار أو فربضا أي قرآن كل يمد وعبادة وح عبادة الصحة أو هاقاتيا ولا يمد يو حياتهم نلوشو تذكى بين آذان كان نلوشيس الاجتماعية حق بالشدة والسياسية حق المملكة والاقتصادية حق النقارة انت بقرآن كهاقاتي قال تعالى يا وحيدي ونزلنا وحن كوسو دجني عليك اديك النبي محمد صلى الله وسلم عليه الكتاب كتاب القران كان كوسو دجني وحن كوسو دجني وحا وهي تبيان لكل شيء وحول او بنا ادن وباهين ان كعدينا قران كان او باهيديس ادنيه تا اخربا او ت ايمانك يتا اخلاق ده اي تنلوشود با انو عدينو اي الهي لي دبنا الهي وحو سو دجي اقوما ادو بدن oon bin aadana qoon oo xaga amalka adduunka ka akhriba isugu jira wan hore loo aqoon afar nuzulul quraani soo degitaankii quraanka laftiisa nazal quraanu ugu soo degay quraanku munajaban isagoo qayb ah oo kulba in soo degayso ala rasuuli sallallahu alayhi wasallam rasuulku ilaahay ku soo dejiyay bi waasada jibriil alayhi salaam waxa ilaahay quraanka soo mariyo nabiga uu dhaxeeyay ilaahay jibriil baa u dhaxeeyay oo quraanka ilaahay jibriil baa u keenay nabi maxamed kaleey salaatu wasalam iyo lafteeda la yaabahay qaala taala ilaahay baayri nazala waxa soo dajiyay bihi quraanka arruuhul amin ruuxdi aaminka ahayd ilaahay waxyigiisa uu aaminay ee siduu aha ambiida soo gaarsiinayay ee macallinkii ambiida ahaa ee jibriil baa soo ayaa ku soo dajiyay ala qalbiga nabi maxamed qalbigaaga ayuu soo gaarsiiyay لتكون الساعة أدو النقطة أدو مرك القرآن كاسي كوكو سودكو من المنذرين كوة ددك أدقية إيه قالدم أدقية إيه معسية أدقية إيه حمان أدقية كمن نقطة أدو وحانو كوكو كاني باللسان العربيين عرب كعربت عرب عربات يعني أف عربات سوى قرآن كوكو قرآن مبينا وعد عربي أيها لك سودش تشان أدو حوية القرآن المكي القرآن كان مجاله ده ما كان كسور دقي، والقرآن المدني يا قرآن كان كسور دقي مجاله مدينة. مركو النبي قد جانا صلى الله وسلم عليه مكة، قرآن بقى كسور دقي، وحنو النبي مجاله ده ما كان شوقي. صدق يا كنتم صنادات بقى النبي قد جانا عليه صلى الله عليه وسلم مجاله ده مكة أول خلاص يا. صدق يا تومان كيس صنادق يا ضمبة، قرآن بقى كسور دقي النبي. قرآن أيه كسور دقي، أو القرآن كان مكيك أبا ليلة طبعاً كيد دمباء سيد حالي حمونا وقوله عليه الصلاة والسلام طبعاً كيد دمنا مدينو جوه قرآن باكسو دقيق هذا يحوري من القرآن القرآن كوحا كمدا ما قرآن باك كمدا هو قرآن كاسي مكي مكاكسو دقيق ومنه قرآن كوحا كمدا ما شيء قرآن باك كمدا هو إساق مدني مقالة مدينة كسو دقيق ومدن مدينة لو نسبي والقرآن المكي القرآن كما كان لون سبيه كو أبتر صدام مكة هو يسقو حوية ما نزل قبل الهجرة وقرآن كي سود دقي انتا النبي قو صوب بركعين أما آن أصو هيامين اي آن أصو ديقر فقنين إلى المدينة مقالة مدينة انتا آن أصو قورين مكة بالا إلى هابود وإن كان نزوله هواء هذا سود دقي تام كيسو خارج مكة مكة بها كبحسن هذا مرة واحد جيت النبي عليه الصلاة والسلام يسوع مقالة مكة بأن شوقين أو مالك هلا شوقة وأن مقالة مكة أهين أما مي هنقطه أما مقالة إنك قار هنقطه والنبي وكب حي مقالة مكة قرآن كسر دقيبة كذا
lama ilaahada meeshii ku soo dagay looma nisbeeyo makkum baa loogu abtiriyaa quraanka ama lagu magacaabo alquraan makkiyum baa leeyahay ama makka gudaha ku soo dago ama meelo ka baxsan oo makka ahayn bay isagu nabigu joog quraanka ku soo dagay quraanka kul haduu ku soo dagay intii nabigu makka deegaankiisu ahaa waxa leeyahay quraanka makka ku soo dagay baa leeyahay quraanka makka ku soo dagay أما القرآن المدني قرآن كمدينة لا نسبي فهو يسقون ما هو قرآن نزل سودجي بعد الهجرة أنت النبي وكب حيك الجوري مجرد مكة أو دجي مدينة وإن كان هبا هذا نزول سودجي تانكيسو داخل مكة مكة جوده هذا بقى سودجي وعد شرتا يعني القرآن أنت النبي وتشوي مكة أما حد وتجي أما عمره هو تجي وتجي وكون غادي النبي مكة انت مكبه جوغي حتى هدو سو دغي لكن انت او كا غوراي اي اهيد سوتده مكه او كو اها سوتو مركا كو اها مدني با ليرا مغالده با كو سو دغه مكه لفتيده اسو نبي سوتو كو اها لكن ديانكيسو او كو دنتي waxay ahayd مدينه قران كا دمنه مدني با ليرا وقد جاءت وحتمد اصور وقد جاءت ويتمد اصور صورتها المكية مكة لون سبيه مكة كسودري قصيرة وهي جابن تحي في الغالب أنت بدن صورتها كسودري مكة صورتها دار مها بدنها وصورتها جابن صورتها كسودري مكة مما جابن ذا صو جعل كذي جي حفظها إلا حفظية صورتها مكة كسودري سهل الواحد نبي 40 قطع مما جعلها ووح كذي جي حفظها إن صورتها الله حفظها مكة كسود دقي سهلا كوفرد ويا قرآن كابنا صورته سا كابنا تناولا وهو هذا بق كهذا وهو قاتي أو كهذا القرآن القرآن المكي مكة كسود دقي موضوعات الرمو كهلا الرمو عديدة تربضا أي كهذا مثل واحد كمدة توحيد الله بق كمدة إن إله إلا جاري لا كمدة وان إله كلا لا عابد إله كلا أنجر وعكروا كم إذا مواضيع ذا أمر ما هو كهذا لي قرآن كم كوسو دري والدعوة إن لوج باقضتك إلى الإسلام دين تسلم كن لوج باقو ويوم القيامة ويوم القيامة ما أنت قيامها يجتريتان كذا يوحد عيا إلى هيك جور رمي إن بضم وقصص الأنبياء قصص يا قصص بارون كرا وقصص الأنبياء shekooyinkii ku saabsanaa iyo dhacdooyinkii ka warramayay anbiyaadii hore iyo warrusulii rususii asaabiqiin ee hore ayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga warramay alayhi musallam nabagalay dushooda ha ahaatee iyo waqeyri dalalka waxyaabo kale oo mawaadiic kale ba Ilaahay waa kaga warramay wayabluqu wuxuu gaaraya alquraanu quraanku almakiyyu makka ku soo dagay intu nabigu makka degala soo dagay nahwu thuluthay alquraan quraanka marka saddex loo meelo loo qaybiyo meel ahaan baa ku soo degtay makkah iyo agagaarkeeda amma alquraanu almadani quraanka magaalada madiina intu nabigu deganaa soo degay fajaat waxay timid suwaruhu suuradaha quraanka madiina iyo aayatu aayatka quraanka madiina ku soo degayba dawilatan waa qaar dhaadheer في الغالب انت بدن سورتها دادر القران كو جرا اي ايدها دادر waxay ku soo degeen madina وكانت waxay ahayd kullama markasto oo nazalad ay ku soo degto alayhi nabiga ayatu markasto ay ayad ku soo degto aw ayatun ama ayada ay ku soo degaan ba amarahum nabigu wuxuu amri jiray ashaabta bi kitabatiha in ayada quraan أما آيات القرآن وكان وحو أها النبي يقول متكو إلى هذا لهم أصحابت ضعوا لغا هذه الآية آيات وقد تناول وحي قادتي وحو قادتي قرآن كمدني مديني وحو قادتي يعني وحو كهضلي موضوعات أرمو جديدة عصب أو آن كوركي هور قرآن كمكي كهضل أي قرآن كمدينة كهالله مثل الفرائض باكمل وحيابها فرائض كأه أو كسر بسنة حلقة
سلا يعني مسلمين تسود حلال هذي قف دنتو والحدود حدود يحر عقابات كامدة وقرآن كمدينة كهله إلا وحى الله كهله يا مركز شرعي دتشين بيل هاي بلابة إن ما ملكي إسلام هو تليه مركز آخر مسلمين تكمل تلين دي مكة وكل إحنا وراينهم تعودنا يكون في دينين وأنا يكون عبادي سنين لكن أود معمول ما يلهين مركز أي مكان معمول بيه شنو الدجاج إن كي الدولة دي واحد نقود المسلمين حدود يا مركز واحد عقابات كي أو أه بس تو جين كأنت اللي جويه زانيك إن هدي زانيكو نين دل يرا أما قبر دل إن لتشل ديو لتشل دلو أما ده يحلو جد دلو إن قف قف قد فه يعني لتشل دلو هدي كو عضات قد فكاسي هدي قف قف دلو إن خارج شيء سير دل هدو قدره جد لي هدو داوعه أو قصاص لي هذا هاي قصاص تي دل مريو هدي كده دي دل قال حدود دي وحي حد هاي الفرنية هدو خبر عبو إن لتشل دلو أيه لهي سودش إيه والحقوق حقوق دي لك لها يسا حقوق لا سوق لها وعقلوك من دول الجهاد دينا لك سوق سودك إن دينت للدفاع إيه وغير ذلك أهرمك لك سوق سودك وأهرمها سي أهرمك لبا قرآن كمدينة آدوها الله ستة جمع القرآن قرآن كأرورين تيسي قرآن كليسو جيه وتدوينه إلا الديوان قليه أو قرآن لغو سمعيه استغرق وحقاتي أكد وحقاتي نزول القرآن قرآن كسودكي ديسا الكريم أشرفت بضني مدة 23 عام مدة يحل صدح يلاباتن سنضوط أي قرآن كسودكي ديسو أي قادتون كرق الله ينبو سعود القرآن بضنا بحجيسا وده مر بقو سودكي ومر بقو سودكي وصوصع kooxaha maalma iyaha ma maqnaado mudooyin laakiin hadana isii istaba joog u saaso kare raxmada daaysa ayuu quraanku ahaa muddo 23 sanadood wa kana lir rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu lahaa kutabun rag quraa quraabu lahaa dad quraa oo yaktumuna lahu nabiga u qora alquraana quraanka u qora salaatullahi wa salaamu alayhi وكانت وحي أهيد أرنتم وكانت وحي أهيد كلما نزلت عليه آية مركز تقو نبيك آية كسو دشو دكتو أو آيات أما آيات قرآنها كسو دقال أمرهم وحفري جري نبي عليه الصلاة والسلام أصحابتها قرآنك أهيسا كتابتها قرآنك بكتابتها إن آياتك أما آيات إن قرآن قرآن بهور تورين جمال قرآن وكان وحى النبي يقول اللهم وحكون جري دعوا واحد دكتان هذه الايه ايات سو دكتي اول ايات اما اياتها سو دغي في سوره كذا سوره هبلايه كدرب اورن جري ايات سوره هبلايه كدرى سوره دي هبلايه اما ايات دوركا سوره دي هبلايه كدرى اي اورن جري صلوات الله وسلام عليه ولم يجمع ليس مكين ولغما أورورين القرآن وقرآن كريم كشرف تبضن في مصحف واحد كتاب كريه لغما أورورين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أنتو النولا هل كتاب وقرآن كما تعينو هايسانا لغما جينين وحلوه هي قرآن لك لددوان وقيبو أها سورة دوا ميلا يكو قرنائين أصحاب تنوي هايسي وانا لحفظ السنة وكان وحوها أول جمع القرآن يسجين تيوه الرئيسي أي قرآن كل يسجيو في مصحف واحد هالكتاب ليسجيو في عهد الخليفة بقر كي مسلمين تحل جيسي الأول وجوه الرئيسي أبي بكر الصديق أها رضي الله عنه وقت جيسي بليسجيو في سنة الثانية عشرة للهجرة سنة كي لبيه طبنك هجردو أي مريسي أيها ليسوكي طبنك هجردو نبي قرد انت لبيه طبنك مرك هجردو مريسي با كتاب كوري ليسوكي ووقتكي أبو بكر قرما ليسوكي بعد موقعة اليمامة بعد دي تقالك أحيد يميشي كدعدي اللي وليش اليمامة
يا الله لا جري أيه مع المرتدين مرتدين تي دين تكبحي أيه هو جامن المسلمة الكذاب هي بني حنيفة نمك لورين تري مركي الدجال كودي حمار عي أيه دبديد با قرآن خلي كتاب ولا لسوقي الله تي الدجال كافوش حمايو قتيل الوجود لي فيها الدجال ك 70 تنباع الوجود لي من قراء الصحابة أصحابت أنت قرائيها كأهيد أي حفاظ أهيد تضبات كمدة يو علمائهم علماء أصحابت علميها كأهيد الدين تأقون تدريرات كأول أهيد أي تضبات حفاظ دي قرآن كحفظ سنايد يهدي الله يدمع علماء أهيد با تضبات تقول انتين هلك دواد يدنا وحالي هدي علماء سنو رمطو يو حفاظه قرآن كي هو أتكاني إن لا يلعنكه وإلا جارا أنت حفاظ النوت وته ذبحنا قرآن كل قرآن وبقي وحي لي كهري كهري هذا المصحف مصحف كني أما مصحفي كتاب مصحفه كتاب كان وحي كهري وحي لي عند أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر بقى كتاب كهين شهر كتاب على قرآن مركا مدة حياتي أنت نورا أردن أبو بكر بقى هي مسلمين توترلين ثم انتقل وحي وريقي كتابك هل كتاب ويعني نسختك لي وي وحي وريقي إلى خليفة عمر بن الخطاب بقر كي مسلمين تا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي مركي لبعد يمدح وينه مسلمين تقو وريقي عمر بن الخطاب ولقو وريقي كتابك ولما توفي مركو لنتي عمر حفظ وحي لقو إلى لي كتابك عند ابنته حفصة إن انتي سي حفصة أي كتابك اللو ديبي رضي الله عنه إلى رهالها كهذا التي إن أنت أصو سلمت وديبتي كتابك إذن وحوديبتي إلى خليفة مدحوينه أما بقرك عثمان بن عفان رضي الله عنه أي كوريج سيدنا كتابك عندما طلبه مركو قعد صديق عثمان كتابك بويديست منها إن أنت حفزولي كتابك وهي آبها إيه كان بوري عثمان بايري حفسو ويديستي ثم دوينا والله قري القرآن وقرآن كوالد ديوان قري والله قري في عهد عثمان رضي الله عنه حلق عثمان تلين يبقى القرآن كلا قري الذي عثمان كان صو أمر فري وهو فري أمر كبحي بجمع القرآن القرآن كان لقو أروريو والله قرأ في مصحف واحد هل مصحف هل اسهو قيبو يدي وفي القرآن لحيو ميلها كدوان كو قرن كو قرن هذا سامها كو قرن كو قرن جردة يشرفت جيدها كو قرن مريها يكرمها كو قرن إلا حاشي وحالي سموه يراي هل يسوقي هل كتاب خوفا وحو كبق دي مركو سلايلي من تسرب الاختلاف إنو كفده وقفه في الخلاف يسك هرمات إلى ما بين أيدي الناس وحك عمها ضدك كتيرة ومن المصاحف كتبها ضدك أي هياني كلا دوان إن خلاف كلا دوان أو قرآن كأي كصوبه أيو كيا أو لعذا آية داسي تنكم تال كنكم جرتوسان أو كلا يقام قار كلا دوان ودل ما تلام قرآن كقرب قريب حيسا سأن خلاف وقده أبور من وأنا قرآن كام هينا أنا أورن هدو أتيجي سان إلى ما وده هينني قربين بحيس حفظ جوا رجوا ذا حفظ سلاوي شريد لكن قرآن الآن لجمو ذا هينين سقط ما يسترم كتاب كا وبكر قريب ومال كودي يالي ترى في هذا الكتاب من هالجو سوق جبي جسم بعد أن كادت أنت ودوات الدبديد وح ودوات الفتنة إن الفتنة دباتو تقع كدعه وكأبورنتو بين المسلمين المسلمين تحد الذين كأبورنتو في الغزوات الدجالة دي اللي جري أيها الفتنة بكا أبو رنتو وأمرهم بكر دعوه أيها اللقيا أبي وأمر الدبيضوح وفري ويعني قرآن كانت كل دولة اللي هي أرض أوجود خلاف كأبو رمو رسول قبص الدجالة دي اللي جري يا مسلمين تمر كوي فجانين ما ملكوا كيف فجانين قبل فوق بيتجين دليل بقى الله بحنا يا دليل دي لما وضع هيو نبين بو هيا تبعنا خلاف بكر دح أبو ربيا oo dagaalada fog iyo loo ama baxayo iyada kuwa dhawba wa amara uu amray bi kitabati nus nusakhin
إن لا قرآن نسخه منه قرآن كمذا إن نسخه لا قرآن كتاب كتاب يعني قرآن كمركل لما يسترو كتاب كان أو لما يسترن سيمكونوا قريهين يبديهين إن نسخه لا قد يقو أرسل وح أدري منها نسخها لا قرآن نسخة مدوح أدري نسخة بوغدري إلى كل بلد ودن كستية قبل كستوى هالكتاب أدري أو يدون كستيك لقرطة كعانتها لقوري وفرتها لقعانتها تدكها لقوري وقتها مقالة كستوى حيري كتاب انتها الله قراء كتاب كها اللوغي ها قرطة ها بطنان يقو وحافظة وحكوها عثمان عنده أكتس وحكوها منها نسخها لقراء اسكوضا متك عدي مصحفا واحدا هل بيسوي هاي شيء لمركها هو المصحف الإمام بعد هذا ومصحف كتاب كإمام كأبا بقر المسلمين هل كتاب بيسوي أخرسته ويسوي أوحيه إلا نسخوين كبضان ما أنت نعمة هي هو يراهين هل بيسوي هاي مجالك استوى مسلمين تدقيه هنا مدبو أدري هنا يسيب الصدام وهذا لنا إدو قرطان أيه ودو إدو قطة لقرأ مركها ساعة بيدنا لكرني قرآنك كتبتي قرآنك يا قرآن مركها ساعة لكرني هذا استيعاب مكوي وإن لفهمه وهي أنك قرني أنك سهليني موضوعا دع علامة صواب علامة صح لك أو خطأ أما علامة خلط صح هذا الله هذا أنك قرن أما صح أما غلط ثم صح الخطأ وهي خلط أدق صح وهي خلط أدق قرته سي صح كوي حقا كقر الصواب سي صح لأن حقنا لقود قرية مالك هالك وحي كوي لا صح حقنا لو سورين تنية وحي قرد أنت قرد لصاره أي وحي صح هذا حقا لقرية واحد وحبيته هوري معجزات الرسل معجزوين كي رسوشي هوري إلى هاي سي النبي نمدو عدين يي رسوشي السابقين هوري باقية وي تشوغان حتى اليوم إلى ما نكن ما انتوا لهلي كرا تاقاد بالا صاري وما تشوغان غير باقية وي ما تشوغان يعني هالشي لسي النبي سالح ما انتوا منولا وشي النبي موسى ما انتوا عدسوه لكريسة مجرتو مثلا تصالحان سيد الله حلونا يا تاسوا قرد وحان الله يا مجوغان اثنين نزل القرآن قرآن كوي في سود دقي اما سود دقي على فترات وقتية كالدول ما لقل القرآن كلمة سود دقي كل بقية بها سود دقي سي سد حالات سنوض طوال صحيا ثلاثة من ميزات اغدا من ميزات الصور المكية وحكم ده قرآن كوان مكية مدني suuradaha ku soo degay magaalada Makkah intii Nabigu deganaa ama Makkah gudeheeda ku soo degaanay ama isagoo ka baxsan ha soo degaanay intii Madiina deegaankiisu Makkah deegaankiisu ahaa Qur'aankii soo degay waxa tilmaan u ah oo Qur'aanka kale ay kaga duwan tahay annaha suuradahaasi sahlatul hifdi in la xafido way ka dhibiriin kuwa kale taa waa sax baa la oranayaa waxa saxdu u tahay aayadaha suuradaha Makkah dhan way gaagaabeen oo suuradan gaagaaban bay Qur'aanka Makkah u badan quraanka maka marka loo leeyagara saddex meelood oo meel ayuu quraanka maka ku soo degay yahay quraanka madiinana waa laba meel saddex meelood oo laba oo ka madiina badan waxa daba badnaanta ma ahe sidoo u qoran yahay quraanka maka waa suuradahan yar yar ay aragtay buu u badan yahay la xafidi karo ila kuwa dhaadheer xafigooda waxa adkay dheeraanta afar ma nazala min alquraan quraanka wixii soo degay بعد الهجرة انتو نبو كقوري مقالة مكة اي كحيامي اي او مدينة ديجي يملوغو وحو قال يا قرآن كا تراهان هدي لعبرو ثلث القرآن قرآن كا مركا صدح لوقع يبيو ميل با كسو دكتي مقالة دا مدينة تاوال قلد يا وحو ثلثي القرآن با كسو ديجي صدح ميلو دو لبا اي كسو ديجي حق مدينة صدح ميلو دو ميلنا حق مكة كسو ديجين خمسة من ميزات الصور المدنية وحكم ده أستعمها أقارك صورة ده كسود دقي مجال ده مدينة إنتو النبي قد جناء أما مدينة بها كسود دقان أما ما يقول النبي قول مكة شوقة بها سود دقان وما دلون إنتو حقا دقي وحي سود دقي ورمي أنها صورة ده هاسي تدعو وحي كباقسا إلى توحيد الله بي كباقيا تاوال قلدية توحيد كوال كباقي لكن waxay ka hadlayaan ahkaamta sharciiga maamulka hadii la haydmo ayay inta badan ka hadlayeen kaama ka u badnaa xagga tooxidka
oo marka tooxidka aad loo dhisi marka dabana maamul baa samaysay islaam iyo dowlad nabiga hoggaaminayo dabadeedna waxa badnaa in inta badan iyadoo dacwaduna ay ku jirto iyo tooxidkuna ku jiro xaal kale u badnaayeen oo xagga maartay iyo jihaadka iyo ayaa aad u soo degay waqtigan maartay faraadka xuduuda xuquuqda wal jihaad kuwaas aad u soo degay waqtigii madiina sita jumuca alquraanu quraanka waxa la qoray waxa la isu ururiyay quraanka oo la isu ururiyay awwala marati waqtigii ugu horeeyay fi kitaabi waahidin hal kitaab baa quraanka la isu weeyay dhamaantii hal kitaab qura yani la isugu geeyay fi hayaati rasuuli sallallahu alayhi wasallam isagoo nabigu nool taas waa qalad nabigu markuu intii hal kitaab lama sameeyin abubakar waqtigiisa hal kitaab la sameeyin intii ka horeysay waxa lagu hayay bayna ayda asxaabu ku jiray oo uu kala qayb qaybsanaa qolaba qaybba inbay haysa xifdiguna waa la xifdsanaa qalbiga waa lagu in badan baad ka xafisanayd taana waa la qaldayaa sabca jumuca alqur'aanu qur'aanka waxa la isu ururiyey lilmarati alakhirati kolkii ugu dambeysay ee qur'aanka la isu geeyaa waxay ahayd fii cahdi cuhmaan ibnu cafaan radiallahu canhu waqtigii cuhmaan ibnu cafaan talada hayay ayaa si kama dambays eg la isugu geeyey waa run oo markan dambe xataa kitaabadii kale dhan waa la tuuray inta mid la isugu geeya ku kale dhan la yidhi ha laga saaro saaxadaba si aan khilaaf iyo muran iyo waxaas uga dhicin kolkaasa ugu dambeysay isu ururinta u dambeysay taa cuhmaan bahe tadriib taani waa tadriibkii labaad waa in bayna sababi fii alif wanatiijati fii ba bal waxaad waa-im isku habee iskuna hanaani iskuna hagaaji maxaad isku hagaajinaysaa sababta xagga alifka ku taala sababa xagga ku taala iyo natiijada ka dhalatay ba-da ku taala ee qaybta labaada bal isku habee oo waxaa tahda nazala alqur'aanu qur'aankaa la soo dejiyey maxaa qur'aanka ilaahay loo soo dejiyey munajama baa la soo isagoo qayba ah mar qura lama soo wada dejin qur'aanka waxaa la soo dejiyey isaga oo qayba ah haddaba halkeed ku beegaysaa sababta waa eegwata natiijadii haada baleeg waxaa loo soo dejiyey inuu qayba noqdo litathbiiti qalbi rasuuli sala allahu calayhi wasalam si qalbiga rasuulka loo xoojiyo oo qur'aanku naxariis buu ahaa taageeru ahaa bushaaru ahaa raju ahaa dhibaatadii nolosha iyo dacwadi iyo diinta kasoo gaadhay muslimiinta rasuulka hogaaminaya ayaa qalbiga rasuulka lagu xoojinay oo kolka qur'aan soo degay qalbigiisa adkaanayay rajadiisaa kor u kacaysay iimaankiisaa qawoobayay dabeedna uu kusii soconaya xaqa niyadiisa hoosu may dhacayn marnaba qur'aanku uu sii adkaynayay taasaa ka mid ahayd in qur'aanka kolba qayb la soo dejiyo اثنين لأن القرآن معجز قرآنك ومد يعني كأوض بدن بناء آدم كي مخلوق بقى باللفظ أريد يسوك اللي مكين كرو لغم الله أقرأ القرآن كوكرة سك الصلاة قبل سك الصلاة قرارة سك الصلاة حلا قرارة وها أدون كل قرآن كتابي قال من لم يدل مهلي اللي واحد الكيلة هاي ومعناه معنيه سأقرأ ومعجزه معناها القرآن خصما يق هذا ما ينكرسها ما جرتو هبا يراتين مركا قرآنكو ومعجز بوري مركا وحا لورنا يا هلكا ألف محاكو قرن ظهرت وحا صوبة حضي صور موقال يتل مامو تؤيدو أتكينيسا إعجاز القرآن قرآن كنو معجزي هاي وحا كم مغتا في لفده ومعناه لبدي سبب إنو waa lagu dhici karo waa quraanka oo kale in lagu dhawaaqo ere waa la odhan karaa quraanka oo kale de dadku way akhri karaan quraanka laakiin qur'aan qof ku hadli karaya ma jiro macnaha uu koobayna cid samayn karaysaa ma jirto maxaad samayn qur'aanku wuxuu ka hadlayaa caalam aanadu gaadhin aakhiruu ka warramayaa adduunya kaluu ka warramayaa adduunya tagtoo joogin buu ka warramayaa maxaad ka warrami kartaa adduunka intii dhaaftay kama warrami kartid kama warrami kartid aakhirada kaa dambaysa marka ma ogaan karaysid waxa qur'aanku ka warramaya cid ka warrami karaysaa ma jirto
waxa kale oo la socota laana quraana quraanku mucjisatun inuu mucjiso yahay daraadeed tawalla waxa xil qaaday allahu ilaahay baa xil qaaday xifdaha inuu mucjisada ilaaliyo ilaahay baa xil qaaday oo bani aadamka kaga filan oo quraanka intaa yaala cadu kasta hadduu isku dayo waxba lagama bedeli karo inay cadu u turaysa hamuudi quraanka waa loo taag waayey quraanka looma tulayo ee waa loo taag waayey imisa cadu quraanka u micilisanaya oo wax halaalo wuxuu ka qaadi karaa aanay jirin ma jirto ilaahay baa ilaalinaya waxna laguma dari karo waxna lagama dhimi karo waxna lagama doorin karo sababtu waxa weeye gaar ilaahay baa ku deyran waan bini aadam ku dhowaan karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdigiisa cid ilaahay u weydaranaysaa ma jirto waxaad markaa isku mid yihiin halka wowgaad qabsanaysaa eegata munaasabada markaad eegayso ilaa isku habee buu ku yidhi wowga maxaa ku qoran tabqa mucjisadaas way waaraysaa way jiraysaa way joogaysaa ilaa yowm alqiyaama ilaa maalinta qiyaamu dhacayo ilaa ilaahay baa ilaalinaya khawfan waa afar khawfan waxaa laga baqay oo cufmaan iyo ka baqeen min tasarubi alikhtiraaf inuu ku fido oo ku faafo iskhilaaf iyo iska hor imaad ilaa maa bayna aydi nnaasi waxa dadka gacmahooda ku jiray waqtigaa oo meel masaaxifi qoraalaya kutubtii ahayeen ee qur-aanku ku kala qoraa in muran ka dhex oogmo ka dhex aloosmo ayuu ka baqay cuhmaan markaasuu isugu yahay hal kitaab oo caalam islaami oo dhan lagu hayo kitaab markaas maxaa ku qoran alrasmu alcuhmaani qur-aankii waa qoraalkii cuhmaan baa qoran dabeedna kaasi isugu gey si aan khilaaf uu iman halka jiimka haddaba eeg halkana natiijadii ka dhalatay baa lagu sheegayaa taasina waa sababtii loo ururiyo qur-aanka eeg xagga hore waa sababtii xaggana waa natiijadii amara cuhmaan baa amray oo amar ku bixiyo faray bijamci lqur-aan qur-aanka in laysugu geeyo fii musxafin waaxid hal kitaabo qulaha laga soo reeyo buuri kutubtan badan dadku ay qoreen shan waxa weeye asuwaru lmakiyatu qur-aanka suuradaha maka kusoo degay ee intuu nebigu maka deganaa soo degay qasiiratun waa suurado gaagaaban oo yaryar koobkooban aan dhahno yacni aan badnayn ayaa la odhanaya dabeed bal ba-da qaba haddaba ba-da maxaa ku qoran sababtaa maxaa ka dhashay gaabnidii wataa natiijadii lidaa gaabnida ay gaaban yihiin fahiya suuradaha maka kusoo degay sahlatu lxifdi xifdi in dusha laga qabtaa waa dhib yartay waa in koobanay sita lix waxaa ku qoran cindamaa qutila markii la dilay sabcuuna toddobaatan min quraa'i saxaaba ka mida qur-aan ruugii qur-aanyahanka ahaa ee asxaabta ku gaamuray qur-aanka ayaa toddobaatan lagu dilay markii yamaamo dagaalkeeda dhacay kuwii murtadiinta ahaa ee musaylamatu lkadaab hogaaminayey ayaa dabeed lagu leeyay muslimiin badan oo toddobaatan oo culimadii iyo qura'adii ah xufaadiya qur-aanka ayaa dagaalkaa ku dhintay dabeedna zaada bal haddaba qabo maxaa markaa ka dhashay markii la arkay arrintaa dhibaatada ee khasaaraha adag leh kolkii taasi dhacday ayuu amar iyo jamaaca ururiyey abuubakar abuubakar baa dabeedna ururiyey alqur'aana qur'aankii isagaa ururiyey kitaab isugu geeyey liawali marat kolkii koowaad ee u horreysa wuxuu yidhi haddiisan ay ugu dhintaan dagaalka iyo jihaadka qura'adu dee xifdigii baa qur'aankii dadkii xifdisanaa wuu baaba'aya wuu dhimanaya qur'aankiina xifdigiisii waa yacni uu adkaan karaa haddaba inta qura'adu sii joogaan iyo xufaadu qur'aankii halaysu geeyey buu yidhi dabeedna markaasuu kitaabkii koowaad isagaa qoray laakiin hal kitaabu buu qoray isagu isagaa markaa hayn jiray markuu dhintana xafsuna lagu wareejiyey lintiisii markii dan cumar khadaab baa lagu wareejiyey markii afraad baa cuhmaan loo dhiibay cuhmaan baa dabeedna badiyey oo dabeedna gobolada u qaybiyey toddoba ama sabca kullamaa taqadama alcilmu markastoo horumar la gaaro oo horkac uu sameeyo cilmigan maanta la yaqaano saynis hadduu yahay iyo hadduu xisaab yahay iyo hadduu cilmi falag yahay markastoo cilmiga hore loo barto oo bini aadamku hore usii socdoba maxaa la helaa markaa kullamaa taqadama alcilmu markastoo cilmiga horu maraba
كوباد ألف مال كراسي نبي مركان قن ساتني وارقني سحقو تاعي مركز صو علم جهر أمر ربا ظهرت واحد صوب حدا صور مقالية المعنى على أركا تؤيد أتكينيسا إعجاز القرآن إنه القرآن كمعجزة هاي وح عضينا يا صباح مركز طوع علم جلقو بن آدم كفرنا بقى القرآن كوح لا يقبل قار كهرة أنواع قولي جدنا ساسي هانيس وكصوب حدا كده هدي علم جل بن آدم كبطو وحيابها لا يقبل كلا القرآن كصوب حدا بطو علم جل لقو أركي في تيمنا يا وحاني تذكر مركوري أركينين إما مبارك المرايدا كشتو صو ما خور أرجع وما خوره مركز طوع علم كهرنا أرجع كهرنا قلبك يا فانت مسكحد ترى القرآن كي وقف كي إيجي لا يابا أنا هروه قوم بقى صباحيا مركز علمك بطبع أما ساينس أما حساب أما عضون مياهات هذا أرجع هراء مركز هراء إنه هالكاسينة ظهرت حاجة ندمو قليا مركز هراء هالكاسينة القرآن نبر اثنين كا لأن القرآن معجز القرآن كوا معجز باللفظه لفظه يسلق مرة واقع كرو أكله ومعناه معنيه سك الله ما سمين كرو هالكاسا مركز القاضي الدال كوا حقوقرن سيدا درادت عجزت وي كرو ويدي الجن جنكا كروا كقوستي والإنس بنا آدم كو كقوستي أن يأتوا بمثل هنا قرآن كوكالا كينان وي كقوستين وي كستو هرقلين عد كستو أو اسكو ديدي وي كهردي قرآن إني سميسو عد كستو قال عد كستو أو قال وي تيشابسين قرآن كو هدشو وي كهرقشو وي كهردي ولي جيدنا ما إمانيسو لما نهلي دونو عد هو اللي سه أما إسكت ده إن القرآن سميسو والله أعلم بالسواب وبالله.